خلينا نتعرف في مشاكل بتحصل في البيض أو بالفجاسة اللي هي التصاق الكتكوت داخل البيضة، وشو العلامات اللي بتدل على إنه البيض التصق في الكتكوت التصق داخل البيضة. في علامة مهمة جدا رح نشرح عنها بطريقة عملية ومفيدة إن شاء الله للجميع. بتمنى تسمعوا الفيديو للآخر وما تنسونا إن شاء الله من دعم القناة، وأهلا وسهلا فيكم. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله للجميع، أهلا وسهلا فيكم. معاكم الصيف تربية الدواجن والحيوانات، واليوم إن شاء الله بدنا نشرح عن التصاق الكتكوت في البيضة وشو بينتج عنه هذا الشيء إذا كان عندك بيض الكتكوت التصق فيهم، وشو الأسباب وشو الحلول لهالمشكلة هاي، وكيف تعرف تميز إنه هذا الكتكوت لاصق بالبيضة أو غير لاصق داخل البيضة. طبعا في عنا شوية أمور لازم تفهموها وبتعرف كيف تفرق بين إنه هاي البيضة الكتكوت لاصق فيها وهاي البيضة أمورها طبيعية. إن شاء الله قبل ما نوضح التفاصيل وعندنا شوية معلومات مفيدة وواضحة، ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس لكل إنسان مهتم في تربية الدواجن والحيوانات وبتشوفوا هالقناة إنها مناسبة. للأسف في ناس بيهملوا شو سبب الالتصاق البيضة. أول شيء نحكي عن الأسباب. الأسباب هي قلة التقليب في داخل الفجاسات اليدوية، الإهمال في عدد التقليب. طيب كم مرة نقلب؟ يستحسن التقليب وإمتى نقلب؟ طبعا في فيديوهات شرحنا عنها إنه إمتى نقلب البيض. المفروض تقلب البيض ماكسيمان بعد 4 أيام من وضعه بالفجاسة، أباشر تقليب البيض بحيث ما يقلهم باليوم عن 6-7 مرات، ولو كانوا 8 أو 9 ما بيأثر. بس طبعا احنا بنحاول ما نفتح الفجاسات كثير، فلازم تقلب البيض ما يقارب من 6-7 مرات يوميا بعد اليوم الرابع من وضعه بالفجاسة. بالنسبة لبيض الدجاج او اي نوع من البيض ما لازم يتجاوز 5 أيام ولازم يتقلب. متى نوقف تقليب البيض؟ بنوقف حسب نوع البيض. اخر 4 أيام لازم البيض ما يتقلب، وحكينا عن هاي الاسباب انه بكون الكتكوت داخل البيضة ماخذ وضع الخروج، دير حاله بغرفة الهواء، جهز حاله لنقر البيضة والخروج منها. فانت لما تيجي تقلبه اخر ايام راح تعمل مشاكل في خروج الكتكوت. احنا هسا موضوعنا عن التقليب ومتى صحة التقليب وكيف تعرف انه البيضة هاي الكتكوت او الجنين لاصق بالبيضة بسبب قلة التقليب بشكل واضح. عندنا طبعا شرحنا عن المدة البداية والنهاية متى تقلب البيض، بس هسا رح نشرح عن التصاق الكتكوت داخل البيضة. رح نشوف هون عدة انواع من البيض. طبعا هون الكتكوت امره طبيعي جدا او الجنين بتحرك واموره ممتازة وماخد حيز في جميع انحاء البيضة باستثناء غرفة الهواء. عندنا هون هذا هو الكتكوت اللاصق داخل البيضة. سبب الالتصاق انه هذا البيضة هاي ما اخدت حقها بالتقليب داخل الفجاسة، وهذا كان خطأ مني انا تقريبا، يمكن ما انتبهت على البيضة انها ما اخدت حقها بالتقليب. فانا بفحص بالبيض في دورات الفحص تبين معي انه الكتكوت لاصق داخل البيضة. طيب شو الحلول؟ طبعا بما انه الجنين عايش، اذا استمرينا ما انتبهنا له وضله لاصق للأسف ما راح تحصل على جنين، لانه راح يضله لاصق بالبيضة وصعب انه يخرج منها ويدير حاله، وراح يتعرض لمشاكل مثل انه راح ما يوصل منقاره غرفة الهواء، يدير حاله وراح يستنشق، يكون قريب على الفضلات، كل وضعه حيكون مش مزبوط داخل البيضة. لازم يتم تعليم هاي البيض اللي هو لاصق في ظهر معنا لصوق الجنين، لازم يتم تعليمها بإشارة في اي قلم عندك، تميزهم بالفجاسة وتكتف التقليب لهم بشكل كبير ما يقارب 8 مرات أو 9 مرات، ولو 10 مرات قلبت باليوم طبيعي جدا يسمح تقليب البيض كل 2-3 ساعات في اليوم يتقلب البيض.
طيب ممكن تنحل المشكلة طبعا مع التقليب ان شاء الله، والجنين لساته ما اكتمل 100%، يعني 50% من نمو الجنين داخل البيضة. لسه الالتصاق بيكون ممكن انه يفك معك في التقليب، وزيادة رفع الرطوبة كمان 5 درجات، يعني اذا حاطين الرطوبة على 60 او 55 نرفعها مثلا ل60 او ل65 مش مشكلة. وطبعا كليتنا بنعرف انه اخر ايام لازم نرفع الرطوبة للكتاكيت، بس لازم يفك الالتصاق قبل ما توصل مراحل متأخرة في البيضة او مراحل كبيرة في النمو. كل ما لحقت المشكلة في البدايات، كل ما كانت الحلول ان شاء الله بتكون النتيجة فوق الجيدة جدا، ونسبة النجاح انه يفتك من البيضة الجنين ما يقارب من 80 ل 85%، ان شاء الله بتكون نسبة النجاح. في حالة ان ظهرت عندك المشكلة بوقت مبكر وقدرت انك تتعامل معها بالطرق السليمة والصح، ويتم تقليب البيض من اول اكتشاف المشكلة لغاية قبل الفجس بأكم من يوم، نركز على تقليب البيض اللي لاصق الجنين في داخله بشكل مستمر ما يقل عن 7-8 مرات كحد أدنى، خصوصا البيض اللي لصق الجنين فيه، لأنه متقيد حركته داخل البيضة ولازم ينفك عن البيضة. التقليب المستمر ورفع عدد التقليب لهذا النوع من البيض اللي لصق فيه الجنين، وكمان لازم رفع الرطوبة بشكل عام مش مشكلة لو رفعت 5 درجات رطوبة للبيض كله، مع الحفاظ على الأكسجين. دائما بنوه إذا أنتوا رفعتوا البيض لازم نرفع أكسجين، نزود الأكسجين من عن طريق الفتحات، أنا بحكي عن الفقاسات اليدوية والتقليب اليدوي، بنرفع نسبة الأكسجين، بنزيد فتحة أو فتحتين بالفقاسة من كل جهة بحيث يدخل الأكسجين النقي ويخرج الأكسجين اللي تاني أكسيد الكربون. بهاي الحالة بنقدر ان شاء الله انه نفك الكتكوت من الالتصاق بالبيضة ونحصل على جنين. واذا سمح الله ما انتبهت وكان عندك عدد ملتصق بسبب ضعف التقليب في البيض، للأسف اخر الفقس راح تاخذ نتيجة سيئة سمح الله، وممكن مش ممكن يعني بنسبة عالية انه هاي الاجنة اللي التصقت في البيض ما راح تخرج منه، وممكن يتم نفوخها قبل الخروج بسبب عدم الوضعية الطبيعية داخل البيضة. هاي المعلومات كتير مهمة، حاولوا تنتبهوا إلها. بحاول أنا أشرح لكم بعض مشاكل بتحصل مع ناس ما عندهم خبرة كبيرة، وما تنسوا تعلموا البيض اللي أنت بتلاحظ عليه فيه التصاق للكتاكيت، ولازم فحص دورة الفقس أكثر من مرة خلال دورة الفقس، يعني بفحص بعد 4-5 أيام، وكمان بفحص بعد 2 أسبوع، وبفحص قبل الفقس بأكم من يوم. يعطيكم العافية وشكرا لكم.